نحن نشرف بالطبع باعتبارنا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر. نفخر بشراكتنا مع المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان التي تقود اللجنة الدولية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. في الحقيقة نفخر بالجهود التي بذلت خلال الأعوام الماضية، الأربع أعوام الماضية تحديدا، من الهيئة من خلال شراكتنا معنا وزملائنا بالأمم المتحدة لتحقق أكبر إنجاز ممكن في تطوير منظومتها الوطنية لكشف وملاحقة ومعاقبة جرائم الاتجار بالأشخاص، ولكن الأهم رعاية وحماية ضحايا من العاملين والعاملات على أراضي المملكة. في الحقيقة هذه هي الأرضية الصلبة التي مهدت وهيأت للهيئة أن تستضيف اليوم هذا المحفل الدولي والإقليمي لتعرض على الجهود الحاضرة والمنظمات الدولية الحاضرة جهودها التي بذلتها، ولتمد أواصر التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الظاهرة. نحن نعلم كأمانة عامة لهذه الاتفاقية أننا عندما نتحدث عن جرائم الاتجار بالأشخاص فهي جرائم عابرة للحدود الوطنية، هي جرائم تفوق قدرة الجهة الواحدة بمفردها داخل الدولة أن تكافحها، وتفوق قدرة الدولة بمفردها أن تواجهها، لأنها تستغرق العديد من الدول حتى تصل هذه الجريمة إلى أراضي الدولة التي ترتكب فيها. ولهذا نحن نشكر الهيئة ونقدر جهودها التي أوصلتنا إلى هنا اليوم، ونقدر استضافتها لهذا النشاط لدعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الاتجار في الأشخاص. بالنسبة للتوصيات لدينا نتناقش مع الدول الحاضرة ومع الخبراء من المنظمات الدولية الشريكة وخبراء هيئة حقوق الإنسان فريقنا المشترك للبحث عن أفضل وسائل تعزيز التعاون الإقليمي ما بين المنطقة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أيضا تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي ومع باقي دول العالم في مواجهة هذه الظاهرة التي توجه الشعوب والمجتمعات. في الحقيقة نرى باعتبارنا الأمانة العامة للاتفاقية ونضع التقرير العالمي كل عامين عن ظاهرة الاتجار في الأشخاص وتطورها وإحقاقا للحق، نشهد أيضا تطور كبير في الجهود التي تبذلها الدول لمواجهة هذه الظاهرة. ودعنا ناخذ المملكة العربية السعودية كمثال. المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية، تعمل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وباقي الشركاء من الأمم المتحدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية على برنامج منهجي أدى إلى وضع أول منظومة وطنية للإحالة الوطنية في المملكة العربية السعودية، أدى إلى خلق جيل من الكوادر الوطنية المدربة في الجهات الأعضاء باللجنة الوطنية، العمل والشرطة والقضاء والنيابة العامة والصحة وغيرها، بالإضافة طبعا لهيئة حقوق الإنسان، وأدى إلى إنشاء 12 فريق فرعي. ليس العمل ليس فقط على مستوى العاصمة الرياض، ولكن هناك 12 فريق خبراء فرعي من ذات الجهات في المحافظات المختلفة بالمملكة. هناك منظومة إحالة وطنية، هناك برامج للتوعية والوقاية تستهدف المجتمع، وهناك شراكات مع القطاع الخاص، كما أنه هناك شراكات مع المنظمات الحكومية. هذا النموذج التي تمثله المملكة الآن، كيف استطاعت أن تحلل التهديد والتحدي الذي واجهها وتحوله إلى عامل إيجابي من خلال شراكتها للأمم المتحدة، هو في الحقيقة مرآة للعديد من دول العالم التي بذلت ذات الجهود بالذات في منطقتنا العربية وفي دول مجلس التعاون الخليجي حتى تستطيع أن تطور من آلياتها لمواجهة هذا التحدي الذي هو في تنامي وازدياد دائم.